جزاكم الله خيرا، هل تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر أو لا تجوز؟ لا تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر، ولا يجوز إبقاء هذا المسجد، وفي المسلمين قدرة وسلطة على إزالته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ المساجد على القبور، بل لعن من فعل ذلك، وأخبر أنه من فعل اليهود والنصارى، لما في ذلك من فتح أبواب الشرك وعبادة غير الله عز وجل. فلا يجوز بناء المساجد على القبور، ولا يجوز بقاؤها إذا كان للمسلمين عليها سلطة، لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، يعني هدمته، ولا صورة إلا طمستها. هذا في من عنده القدرة، أما من لم يكن عنده قدرة الإزالة فإنه يبين للناس ويوضح لهم هذا الحكم وينكر بلسانه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولا تجوز الصلاة في هذه المساجد المبنية على القبور، لأنها صلاة منهي عنها، والنهي يقتضي الفساد، فلا تجوز الصلاة فيها، ومن صلى فيها فصلاته غير صحيحة، يجب عليه إعادتها. نعم.